اهلا بحضراتكم من جديد. والترند الاهلي واللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره. نبدا بعض ترند الاهلي وحساب كوره 11 اتكلم على عمرو السوليه وذكر وقال قلب الاهلي النابض يثبت انه رجل المباريات الكبرى. ارقام رائعه لعمرو السوليه امام بيراميدز، تتويجه الافضل خلال المواجهه عن استحقاق. رجل المباراه والاعلى تقييما، السوليه ينقذ الاهلي وكولر امام بيراميدز. طيب، سولية لعب 90 دقيقة، أحرز هدفين، عمل أربع أخطاء، صنع فرصة، محاولات على المرمى 2 من 2 اللي هم الهدفين اللي أحرزهم، كان فيه 11 مراوغة، وخسر الكورة أو فقد الكورة 3 مرات، ونسبة التمريرات الصحيحة 85%. أرقام مميزة جدا لعمرو السولية في مباراة بيراميدز، ونقدر نقول عادة لجزء من المستوى اللي احنا عارفينه عن عمرو السولية. أولا تسديد من خارج منطقه ال 18 بشكل رائع جدا، سرعه الكوره يعني اعتقد لو في اجهزه في الدوري المصري بتقيس سرعه الكوره كبيره جدا، واعتقد ممكن يكون اسرع تسديده ممكن في الدوري العام السنه دي، لدرجه ان احمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز اتفاجئ بالكوره وهي قريبه منه وبتسكن الشباك، ورد فعله ما لحقش ان هو يعني يطلع الكوره ويتصدى ليها. كمان الهدف بضربة راس، ودايما السولية متفوق جدا في ضربات الراس. وفي نقطة كمان مهمة جدا، امبارح اللي عمل الضربة الركنية كان حسين الشحات مش علي معلول، فبالتالي يبدو ان الجهاز الفني بيجرب اكتر من لاعب في الكرات الثابتة وتجربة اكتر من لاعب، والتسديد بشكل كويس دي من النقاط اللي ممكن الاهلي يستفيد بيها كمان في المباريات اللي جاية، نتيجة ان في فرق بتلعب بزون ديفنس ال 11 على خط ال 18. طيب يلا كورة، ومصدر ليلا كورة، الأهلي يفقد خدمات كريم فؤاد من أسبوعين لثلاث أسابيع. كنت بتكلم معاك وقلت إن إصابة كريم فؤاد جزع في أربطة الركبة هتستدعي غيابه من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع. نتمنى يا رب بإذن الله الشفاء العاجل لكريم فؤاد. الإصابة امبارح كانت دمها تقيل بصراحة، والخبطة من عبد الله السعيد ما كانتش شكلها كويس في الملعب، يعني كنت أتمنى إن يكون في روح رياضية أكتر من كده من لاعبي بيراميدز أمام لاعبي النادي الأهلي، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الف سلامه مليون او الف سلام عليك يا كريم، وان شاء الله باذن الله ترجع بسرعه للملاعب خلال الفتره اللي جايه. حساب في الجول وكلام على ميكي سوني، الخبر وعلى عهده الزملاء في موقع في الجول. الحساب الرسمي في الجول على تويتر نشره ان الاهلي يرفض محاولات ابها السعودي لقطع عاره لويس ميكي سوني واعادته الى مصر. بصوا يا جماعه، هي الفكره في حد ذاتها بيبقى في تعاقد، يعني فكرة اللي انت لعيب المفروض معار لمدة سنة والفريق اللي عير ليه عايز يرجعه بعد 6 شهور، ده بيبقى في إطار التفاوض والكلام ما بين الناديين، وفي تعاقد في الأساس. بالإضافة لده انت بتبقى عامل حساباتك لما بتطلع لاعب أجنبي، تحديدا أجنبي إعارة سنة، أكيد بتفكر في بديل ليه خلال فترة الانتقالات اللي هو خرج فيها أو الانتقالات اللي جاية، بحيث لما تنتهي فترة الإعارة السنة تبدأ بعدها تشوف حساباتك إيه. فمش هندخل في تفاصيل طالما النادي الاهلي لم يعلن او لم يحدد موقفه من صحه او عدم صحه هذا الخبر خلال الفتره اللي جايه، لكن عندنا مكانين، في مكان اجنبي فوق السن، مكان بدري بنون بعد ما تم بيعه الى احد الانديه القطريه، وعندنا لاعب تاني اجنبي تحت السن خلال الفتره اللي جايه، واعتقد خلال الساعات اللي جايه هيبقى في اعلان رسمي لاكثر من صفقه خاصه في ملف الاجانب خلال الفتره اللي جايه. يلا كوره، وده الكلام بقى على موضوع الاجانب. مصدر بالاهلي ليلا كوره، ارتفعت اسهم الغاني عبد العزيز يعقوبو بقرار من كولر، وحصلنا على موافقه اللاعب، وتبقى الاتفاق او يبقى الاتفاق مع رايو افي الفريق البرتغالي اللي بيلعب فيه عبد العزيز يعقوبو المهاجم الغاني. النهارده يمكن صحف غانيه وصحفيين من غانا كتير اتكلموا على الخبر ده، ولكن كل الناس في مصر بتنقل الخبر من خلال المواقع الغانيه والصحف الغانيه، مفيش معلومه مؤكده، لكن في النهاية زي ما قلت لكم في أسماء كتير الأهلي حاططها في اعتباراته وفي اختياراته، وحتى مارسيل كولر قدامه خيار اسم واثنين وثلاثة واربعة، وبيتم المفاضلة بينهم وبيشوفوا مين المتاح ومين اللي مش متاح، لكن في النهاية كورة ليه طلبات معينة وجاري العمل على نهائها خلال الساعات اللي جاية. الانتقالات لسه لغاية 31 يناير، سواء القيد في الدوري المصري، القيد في القائمة الإفريقية، كأس العالم للأندية هو القيد اللي هينتهي يوم 30 يناير، فلسه قدامنا حوالي 27 يوم. آخر حاجة معايا في ترند الأهلي وبيتكلموا على كأس العالم للأندية قبل 27 يوم من انطلاق البطولة. الوطن سبورت بيتكلموا على الفرق العربية الأكثر ظهورا في كأس العالم للأندية.
النادي الاهلي كملك متوج على عرش القاره الافريقيه شارك في مونديال الانديه 8 مرات. الهلال السعودي 3 مرات، الترجي التونسي 3 مرات، الرجاء المغربي مرتين، السد القطري مرتين. فرق شاسع كبير جدا ما بين النادي الاهلي وكل الفرق العربيه. الاهلي دائما وابدا ضيف شرف او ضيف دائم على مونديال الانديه، وعنده اكثر من شهاده تقدير وتكريم من الاتحاد الدولي على مشاركه الاهلي في كاس العالم للانديه. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونستكمل باقي فقرات برنامج الترند.